السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلبة الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم في منصة التعلم الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم مع مادة البيولوجي. Hello everybody. Last session we speak about carbohydrates. Now we will make a small version about that. دلوقتي يا أولاد هنبدأ نحل بعض الأسئلة على الكربوهيدرات ونكمل الجزء الباقي من الكربوهيدرات وإن شاء الله ناخد الليبتس. تعالوا مع بعض كده نبدأ. The first question: Each of the following molecules is a polymer except. ناخد بالنا جدا يا أولاد وإحنا بنقرأ السؤال، لأن دايما يقول لك قراءة السؤال هو ربع الإجابة أو ساعات نص الإجابة كمان. طيب هو هنا السؤال طالب مننا ايه؟ بيقول لنا كل الاختيارات اللي موجودة قدامنا دي عبارة عن polymer except، يبقى احنا هنا هندور على مين؟ هندور على المونيمر الوحيد اللي موجود عندنا في مجموعة الخيارات دي. فنبص معانا اول اختيار glycogen، هذا الجلايكوجين ده complex sugar، cellulose complex sugar، starch complex sugar، سكروز دايسكرايدز. طيب لو افتكر كده احنا واحنا بنقول تعريف الكربوهيدرات قلنا هو بوليمر كونسيست اوف مونيمر، والمونيمر بتاعه كان اسمه ايه يا ولاد؟ مونوساكرايدز، سكر احادي. طب مين المثال الوحيد اللي موجود قدامنا على سكر احادي؟ هو طبعا الجلوكوز معانا، وتبقى دي الاجابة الصح. يبقى احنا نقرا السؤال كويس جدا نفهمه ونبدا نحل. والله الدنيا صعبه معانا، نبدا نعمل اليمينيشن كده، نبدا نستبعد للحاجات اللي مش متظبطه معانا، هنلاقي الاجابه واضحه معانا جدا. نبص على السؤال اللي بعد كده: Which of the following categories includes all other in the list؟ يعني ايه عندنا الكلمه دي يا مس؟ يعني ايه من الخيارات اللي موجوده قدامك دي شاملة كل الحاجات؟ يعني احنا مثلا سي لو قلنا نبات وقلنا مثلا ذرة وقمح وبقوليات مثلا، تمام، مين اللي مجمعة كل ده مع بعضها؟ هي النبات. اوكي، فهنا نفس القصة، هناخد عندنا اكزامبلز كثيرة جدا كلها بتقع تحت كاتيجوري كبير كده هو ايه. فيقولنا الدايسكرايدز، ستارش، بوليسكرايدز، كربوهيدراتس. مين الكاتيجوري الكبير اللي ضامن الحاجات التانية وراه؟ طبعا هو الكربوهيدرات. الأسئلة بتبقى سهلة جدا أول ما بنفهمها، لكن لو بصينا عليها من الأول ونقول إيه هو قصده إيه بالسؤال، الدنيا بتقع معانا. فنركز جدا نقرأ السؤال كويس جدا ونفهمه، هنلاقي الحل جاي لوحده. طيب Give the molecular formula of the molecule that is removed when two monoscrides join together. احنا عندنا لما بكنا بنعمل اتنين مونوسكرايدز مع بعض عشان نجيب مثلا دايسكرايدز، اوكي، كنا بنعمل ريموفنج لموليكيول معين علشان نكون اللينك او الرابطه اللي بتربط بين الاتنين مع بعض. ايه هو الموليكيولز اللي احنا كنا بنطلعه؟ هو ده معنى السؤال. اكيد طبعا هو الووتر. اوكي تمام، دلوقتي بقى هنكمل الجزء اللي كان بقالنا لسه من الكربوهيدرات، وهناخد فيها الـ importance of carbohydrates. احنا اخدنا طبعا الـ definition بتاعت الكربوهيدرات، اتكلمنا على الـ structure بتاعتها، على الـ classification بتاعها بالانواع المختلفة ليها. هنتكلم دلوقتي على فايدة الكربوهيدرات ونشوف عندنا what is the importance of carbohydrates. اول حاجة عندنا obtaining energy. obtaining energy مصدر مهم جدا جدا للحصول على الطاقة. ناخد بالنا ان هي عندنا the main and the fast source of energy. كمان نفتكر واحدة كده، لو حد تعبان او دايخ او مصدع دايما يقولوا ايه؟ طب واخد حاجة مسكرة، اي حاجة كده تبدأ تظبط الدنيا معاك. لا قدر الله لو حد تعبان او مش عارف يقوله طب علقوا لي جلوكوز، اشمعنى ليه الحاجات دي كلها؟ لان هو اسرع مصدر نحصل منه على الطاقة. يعني الكربوهيدرات في مصادر كتيرة بنحصل منها على الطاقة، لكن مين اللي سريعا يدي لك طاقة على طول؟ هو الكربوهيدرات. نركز جدا في الجزئية دي. يبقى احنا عندنا الكربوهيدرات the main and the quickest source of energy in living organisms. يبقى أول important للكربوهيدرات هي obtaining energy.
طيب تاني حاجة عندنا storing energy. يعني ايه يا مس storing energy؟ احنا اكلنا تمام وفي جزء منه طلعنا منه طاقة، طب وفي جزء تاني زايد، اكلت اكتر من اللي انا بحرقه ففي جزء لازم يتخزن. طيب هل التخزين بتاع الكربوهيدرات في البلانت زي الانيمال؟ لا طبعا بيختلف. بنلاقي عندنا ان في البلانت بيتخزن على هيئة ستارش، في البلانت على هيئة ستارش بيتخزن، وفي الهيومن او في الانيمال على هيئة جلايكوجين. اوكي، يبقى في الانيمال بتكون او في الهيومن على هيئة جلايكوجين، وفي البلانت عندنا على هيئة ستارش. يبقى تاني فايدة عندنا من الكربو او important للكربوهيدرات هي storing energy، تختلف من البلانت عن الانيمال. البلانت بتكون على هيئة ستارش، اما الانيمال عندنا بتكون على هيئة جلايكوجين. طب الجلايكوجين ده بيتخزن فين يا اولاد؟ في الحيوان، في الليفر اند ماسل، ليفر اند ماسل. طيب تاني امبورت تالت سوري امبورتنت عندنا ليه الكربوهيدرات هي بيلدينج سيلز، بناء الخلايا. يعني ايه؟ يعني بتدخل في بناء الخلايا. بنقول عندنا الكربوهيدرات ار consider the basic component of some parts of plant. لو فاكرين احنا اخذنا السليلوز، السليلوز ده عندنا بيدخل في مين؟ في تكوين السيل وول للخلية، فبالتالي بيدخل في بارت ليها مهم جدا. كمان الكربوهيدرات بتدخل في السيل ميمبرين والسيل بروتوبلازم. يبقى الكربوهيدرات مهمة جدا كمان في عملية البيلدينج سيلز، بتدخل في بناء الخلايا، ان هي لها السيلوز ده بيدخل في تكوين السيل وول، وهناخد ده بالتفصيل اليونت الجاية بإذن الله. وكمان عندنا الكربوهيدرات بتدخل في تركيب السيل ميمبرين والبروتوبلازم. How we can detect sample sugar in food؟ ازاي بنحصل عندنا او بنعرف عندنا ان في sample sugar especially طبعا من السكرايز في الفود؟ احنا بنجيب عندنا tubes وليكن 4 tubes، وبنبدأ نحط في كل واحدة فيهم 2 مللي من الجلوكوز، واحدة جلوكوز، واحدة ستارش، واحدة ايج البومين، واحدة ديستلد ووتر، ونبدأ نحط عليهم 2 مللي من رياجنت مهم جدا اسمه بندكت رياجنت، تمام كده، ونحطه في ووتر باث لمدة 5 دقائق، نبدأ نحطه في حمام مائي لمدة 5 دقائق. بنلاقي عندنا ان هو طبعا البندكت رياجنت ده لونه بلو، فبالتالي ما بنلاقيش غير واحد بس هو اللي اتغير عندنا، اللون بتاعه اتغير، اتحول للون الاورنج، هو التيوب اللي في السامبل بتاعه الجلوكوز. فبالتالي عندنا بندكت رياجنت از يوزد تو ديتكت سامبل شوجر. ناخد بالنا كويس جدا، بندكت رياجنت يوزد تو detect sample sugar بندكتر agent. اوكي طيب how we can detect starch in substances؟ بقى احنا عندنا مواد كتيرة جدا وعايزين نشوف فيها هل هي موجود فيها starch ولا لا. طبعا اجمل حاجة لي ان احنا نعمل detect لي الستارش هو الايودين. بنعمل solution من المواد اللي موجودة عندنا ونبدأ نحط عليها الايودين. لو الايودين ده لونه اورنج، لو اللون اتغير عندنا الى اللون البلو عندنا بنعرف ان فيه ستارش. ساعات بنلقى دارك بلو ولايت بلو، ونلقى كده في تدرج للكلر عندنا، كل ما كان اللون اغمق كل ما كان الطعام ده بيحتوي على ستارش اكتر. يبقى تاني ناخد بالنا كويس جدا ان احنا في الكربوهيدرات لما بنعمل ديتكت ليها عندنا حاجتين. اول حاجة عندنا لو سامبل شوجر بيبقى الرياجنت عندنا بندكت رياجنت، اللون عندنا بيتحول الى اللون البرتقاني، من اللون الازرق للون البرتقاني. طيب لو عندنا عايزين نعمل ديتكت ليه الستارش بناخد الايودين، والعكس بقى اللون عندنا بدل ما الايودين لونه اورنج بيتحول الى البلو، وكل ما كانت درجة البلو عندنا دارك كل ما كان الطعام ده بيحتوي على ستارش اكتر. كده احنا خلصنا الجزء اللي كان بقالنا من الكربوهيدرات. نبدأ بقى في الدرس بتاع النهاردة وهو الليبيدز.
لما حد يقول قدامك كلمة ليبيدز، انت بتفكر في ايه؟ ايه الحاجات اللي تقدر تفكر فيها وتقول ان هي ليبيدز؟ ها، ليبيدز او يعني مجازا كده في العربي هي الليبيدات، بس مجازا كده بيقولوا عليها الدهون. فنفكر كده، ده ممكن يكون موجودة في ايه؟ في الطعام عندنا اللي احنا بناكله فيه ليبيدز. ليتس جو. ايه هي الليبيدز يا ولاد عندنا؟ هي عبارة عن بيولوجيكال ماكرو موليكيول، نفس البداية بتاعة الكربوهيدرات بوليمر، are made up of smaller molecular، اللي هو مين؟ ليه اسم تاني مونيمر called fatty acid. ناخد بالنا كويس جدا من دي، اوكي؟ لان احنا لغاية الجزئية دي، وهو ده بالظبط تعريف الكربوهيدرات، عبارة عن biological macromolecule أو polymer made up of smaller molecules اللي هي المونيمرز. كان في الكربوهيدرات، حد يفكرني كده كان اسمها ايه؟ في الكربوهيدرات كان اسمها مونو ساكرايدز، سكر احادي، لكن في الليبيدز عندنا اسمه المونيمر بتاعنا اسمه ايه؟ فاتي اسيد. اوكي، ها طيب، لو نفتكر الكربوهيدرات كانت بتتكون من ايه؟ من الكربون والهيدروجين والاكسجين. طب ايه الفرق بينها وبين الليبيدز؟ ان الكربوهيدرات عندنا في المونوسكرايز كانت الريشيو بتكون 1 to 2 to 1 في سبيسيفيك ريشيو معانا، لكن في الليبيدز لا. اوكي يا ولاد، طول ما احنا ماشيين كده نحاول نعمل كومباريزون بين الجزء ده، هيسهل معانا الوضع جدا. طب ايه الاكزامبل عندنا على الليبيدز بقى؟ الفاتس، الاويل، الفوسفوليبيدز. تمام، في اكزامبل كتيره جدا على الليبيدز موجوده، واحنا طبعا للاسف بندخلها في انواع كتيره جدا من الطعام بتاعنا. اوكي، ايه هي البروبابيلتيز اوف ليبيدز يا ولاد؟ اول حاجه، احنا لو حاولنا ان احنا ندوب اي دهون بالميه، هل هي هتدوب؟ لا طبعا. اوكي، طبعا الليبيدز dont dissolve in polar solvent زي الووتر. امال بتدوب في ايه يا ولاد؟ بتدوب في نون بولار سولفنت زي الكربون تترا كلورايد والبنزين. يبقى احنا عندنا الليبيدز بتدوب في النون بولار سولفنت زي الكربون تترا كلورايد والبنزين، ومش بتدوب عندنا في البولار سولفنت زي الووتر. طب عايزين ندخل اكتر جوه الاستراكشر اوف ليبيدز. احنا قلنا ان المونيمر بتاعه عبارة عن فاتي اسيد. كمان عندنا هنلاقي ان الليبيدز بتتكون من حاجتين مهمين جدا. اول حاجة عندنا الجليسرول، جليسرول ادي الجليسرول اللي هو ده. ويعني ايه الجليسرول يا مس؟ ده عبارة عن type of alcohol having 3 hydroxyl او OH group، عبارة عن كحول بس موجود فيه 3 OH. اوكي، بيتم ريموف لي واحد الثلاثه اتش من كل واحده، هنا من هنا اتش ومن هنا اتش ومن هنا اتش، ونحط مكانها فاتي اسيد، فهو عباره عن جليسرول بلس 3 فاتي اسيد. يبقى احنا عندنا الليبيدز عباره عن جليسرول بلس فاتي اسيد، يبقى ده عندنا المولكيولر ستراكشر اوف ليبيدز تاني، ار فورمد فروم 3 fatty acids found to a glycerol molecule. والجليسرول ده عبارة عن ايه؟ الكحول فيه 3 OH. ده معانا اهو يا ولاد الالكحول اللي هو الجليسرول اللي فيه 3 OH، بيتفاعل مع 3 acids ويبدأ يتعمل لنا عندنا، يكون لنا مين يا ولاد؟ الليبيدز معانا. يبقى احنا كده دلوقتي ماشيين بنفس الترتيب بتاع الكربوهيدرات. طيب الكلاسيفيكيشن اوف ليبيدز، نرجع ورا شويه. الكلاسيفيكيشن اوف كربوهيدرات كان سامبل وكومبلكس. طب بالنسبه للليبيدز، سامبل وكومبلكس، وفي واحده كمان عندنا ديريفيتيف ليبيدز. اوكي، يبقى تاني الكربوهيدرات احنا كنا صنفناها لسامبل وكومبلكس، الليبيدز عندنا بنصنفها لسامبل كومبلكس اند ديريفيتيف ليبيدز. يلا نبدأ بقى مع بعض كده نشوف كل واحدة بالتفصيل. لما نتكلم على السامبل ليبيدز، سامبل ليبيدز
بتتكون من ايه يا ولاد؟ بتتكون من فاتي اسيد ويز الكحول. طب على اي اساس بنصنف السمبل ليبيدز لديفرنت كاتيجوريز؟ على اساس الساتوريشن اوف فاتي اسيدز. يعني ايه الساتوريشن اوف فاتي اسيد؟ هل الفاتي اسيد ده ساتوريتد ولا ان ساتوريتد، مشبعه ولا غير مشبعه؟ يعني ايه مشبعه ويعني ايه غير مشبعه؟ نبص بسرعه هنا كده، ده بيبقى الساتوريتد فاتي اسيد كله بيتكون من سنجل بوند لو نلاحظ. طب الان ساتوريتد فاتي اسيد بتتكون من دبل بوند، فده معناها ساتوريتد وان ساتوريتد. يبقى احنا عندنا السمبل ليفلز بتتكون من تاني ايه يا ولاد؟ من فاتي اسيدز اند الكحول. طيب احنا بنصنفها لانواع مختلفة على حسب ايه؟ على حسب الساتوريشن اوف فاتي اسيدز. ناخد اول اكزامبل عندنا من السمبل ليفلز وهو الاويلز او الزيوت. طبعا الزيت نبص نفكر كده بمعنى، هل هو ليكويد ولا سوليد؟ طبعا هو ليكويد. طب هو بيبقى result الرياكشن بتاعت مين؟ unsaturated fatty acids with glycerol. يبقى الأويل عندنا عبارة عن unsaturated fatty acid مع الجليسرول. خد بالنا تاني، احنا قلنا ان احنا بنصنف ال different types of sample levels according to the saturation of fatty acids، على حسب تشبع ال fatty acids. بالنسبة للأويل هو unsaturated fatty acid، دهن غير مشبع. موجود فين يا ولاد عندنا؟ موجود عندنا في الفيزر او على الفيزر اللي covered some types of birds، خصوصا يعني الووتر بيردز الطيور المائية اللي هي دايما قاعدة في المية دي، بيبقى موجود على الريش بتاعها عندنا طبقة من الزيت. طب دي فايدتها ايه يا ولاد عندنا؟ بتمنع ان المية تحصل لها بنتريت وتوصل للجسم بتاع البيرد، فطبعا بتحمي البيرد من المية. تمام، يبقى احنا عندنا تاني الاويلز هي عبارة عن unsaturated fatty acid مع glycerol، موجودة فين عندنا؟ موجودة في على الفيزرز بتاعت الووتر بيردز عندنا، وبتحمي عندنا من البنتريشن للووتر ليزر بودز. اوكي، وطبعا بتسهل عملية الحركة بتاعتهم. تاني مثال عندنا للسامبل ليبيدز عندنا هو الفاتس. اوكي، الفاتس عندنا عبارة عن سوليد ليبيدز، يبقى ده اول فرق بينه وبين الاويل. الاويل كان ليكويد لكن فاتس عندنا سوليد ليبيدز. بتتكون من ايه؟ بتتكون من ساتوريتد فاتي اسيد ويز جليسرول. يبقى في اختلاف تاني هنا، نفتكر في الاويل كان unsaturated fatty acid لكن هنا saturated fatty acid دهون مشبعة. يبقى الزيوت كانت دهون غير مشبعة لكن عندنا الليبيدز هنا دهون مشبعة طبعا with glycerol. طب موجود فين الفاتس ده؟ موجود under the skin of some animals زي البولر animals، هو مشهور جدا عندنا البير مثلا، موجود تحت الجلد عندنا لبعض الحيوانات، وطبعا اكيد اللي بتكون بصورة اكبر عندنا المين في الحيوانات القطبية زي البير. طب بتعمل ايه عندنا؟ work as thermal insulator، بتعمل كعازل للحرارة، يعني بتدفي الجسم عندنا، تبعد حرارة الجو الباردة جدا عن الجسم. اوكي ولاد، يبقى احنا تاني عندنا اول اكزامبل عندنا للسامبل ليبيدز اتكلمنا على الاويل، واتكلمنا ان هو عباره عن ليكويد وهو unsaturated fatty acid with glycerol. اما عندنا الليبيدز سوري الفاتس بقى كمثال تاني للسامبل ليبيدز هو solid ليبيدز، وبيتكون من saturated fatty acid with glycerol. هناك كان بيبقى موجود على الفيزر بتاعة السام بيردز اسمه الووتر بيردز اللي ده الأويل، أما عندنا الليبتز بيكون موجود عندنا under the skin. ناخد آخر اكزامبل عندنا على السامبل ليبتز وهو الواكسز أو الشمع. بيتكون من إيه يا ولاد؟ بيتكون من إيه؟ عبارة عن فاتي أسيد. فاتي اسيد وبس؟ لا، ده هاف هاي مولكولار ويت، ليه وزن جزيئي عالي جدا، مع مين كمان يا ولاد؟
مع موني مونو مونو سوري موني هيدروكسي الكحول، مع الكحول بيحتوي على واحدة بس او اتش. يبقى تاني نركز جدا لان يعني ده اختلاف بين الواكسز مع الاويل والليبيدز الفاتس، اختلاف مهم جدا بين الواكس والاويل والفاتس، ان هو الكحول اللي موجود فيه عبارة عن الكحول بيحتوي على only one group of OH، لكن سواء كانت الاويل او الفاتس كانت بتحتوي على الكحول عندنا بيحتوي على 3 OH. طيب الواكس ده عندنا موجود فين يا ولاد؟ موجود على الليفز اوف بلانت، ما بتبقى طبقة رقيقة كده على الاوراق النبات، خصوصا الديزرت بلانت. طبعا نباتات صحراوية مفيش مية كتير، الجو حر جدا، فبالتالي بيعمل طبقة عليها. تفتكروا الطبقة دي لزومها ايه او ايه هي الامبورتنس بتاعتها؟ to decrease the amount of water they lose by transpiration process. بتبدأ لما يكون الورقة عليها طبقة، طبعا هتقلل من كمية المية اللي بتفقد عن طريق عملية الترانسبيريشن أو النتح. اوكي يا ولاد، يبقى تاني الواكسز عندنا ده عبارة عن simple lipid، بس هو عبارة عن fatty acid ومش fatty acid وبس، لا ده half high molecular weight مع مونو هيدروكسي الكحول، وده الكحول بيحتوي على only one OH group. موجود فين؟ موجود عندنا cover the leaves of plants especially desert plants، وطبعا فايدتها ان هو يقلل مين decrease the amount of water they lose by transpiration process. يبقى احنا كده اتكلمنا على simple lipids، اتكلمنا على الاويل، على الفاتس، وعلى الواكس. طيب تاني نوع عندنا من الليبتس قلنا هو عبارة عن كومبلكس ليبتس. الكومبلكس ليبتس دي عندنا بنلاقيها بقى بتحتوي على اتومز جديدة معانا، تحتوي على اكسجين هيدروجين كربون، ده مفيش فيه تغيير، لكن الجديد معانا بقى نيتروجين اند فسفورس. الجديد عندنا دخول كمان ذرات النيتروجين والفوسفور في الاستراكتشر اوف كومبلكس ليبتس. مثال ليها مين يا ولاد؟ فوسفوليبيدز، والفوسفوليبيدز ده هنتكلم عنه كتير جدا واحنا بنتكلم على البلازما ميمبرين في اليونت الجاي باذن الله. طيب ايه هو الفوسفوليبيدز ده وازاي يتكون؟ احنا عندنا بنلاحظ ده يا ولاد، احنا قلنا عندنا ان الليبيدز عندنا عبارة عن جليسرول وثري فاتي اسيدز. بنلاقي عندنا الكومبلكس، نبص على الصورة، ده عبارة ادي على الجليسرول، وعندنا ادي فاتي اسيد وادي فاتي اسيد. ايه الجديد معانا؟ ايه ده؟ ده فيه فاتي اسيد اتشالت واتحط مكانها حاجة تانية. فعلا هو عبارة عن جليسرول بيرتبط بيه فاتي اسيد، بس حصل ريبليسمنت ليه الثيرد فاتي اسيد، الفاتي اسيد التالت عندنا. ايه اللي حصل؟ اتشال عندنا وبدأنا حطينا مكانه فوسفات جروب اند كولين جروب، ده اللي خلى عندنا دخول مواد تانية او عناصر تانية زي النيتروجين والفوسفورس عندنا في الستراكتشر اوف كومبلكس ليبيدز. تمام يا ولاد، موجود فين؟ موجود طبعا في البلازما ميمبرين او السيل ميمبرين. يبقى تاني عندنا كومبلكس ليبيدز بتحت مثال ليها عندنا هو الفوسفوليبيدز، والتركيب بتاعه عبارة عن جليسرول اوكي، وتم ريموفينج لي الثيرد فاتي اسيد وتحط مكانها فوسفيت اند كولين جروب. فبالتالي الكومبلكس ليبيدز بتحتوي على الاكسجين والهيدروجين والكربون، وده الاساس معانا، بلس النيتروجين اند فوسفورس. يا ولاد واضح معايا؟ وطبعا موجودة عندنا في السيل ميمبرين. الثيرد كاتيجوري بقى من الليبيدز عندنا هي الدريفتيف ليبيدز او الليبيدات المشتقة. ليبيدات مشتقة يعني معنى كده ان هي عبارة عن ليبيدات سواء كانت سامبل او كومبلكس ودرايفد فروم ات. طب هاو درايفد فروم ات، ازاي اشتقت منها؟ عن طريق الهيدروليسيس بروسيس، اضافة المية.
فبالتالي عندنا derivative limits هي عبارة عن limits سواء كانت complex أو simple derived from complex or simple limits by hydrolysis process. مثال عندنا مين؟ كوليسترول. طبعا الكلمة دي واضحة معانا جدا، يقول لك نو كوليسترول، خالي من الكوليسترول، يبقى نجيب الحاجة على طول. وطبعا الهرمونز وزي الاسترويدز هرمون، سترويدز هرمون، وهناخدها ان شاء الله بالتفصيل في جريد 12. اوكي، يبقى احنا عندنا تاني ليبيدز لما عملنا لها كلاسيفيكيشن قلنا ان هي 3 مين كاتيجوريز: سامبل ليبيدز، كومبلكس ليبيدز، دريفيتيف ليبيدز. سامبل ليبيدز قسمناها وصنفناها على حسب الساتوريشن اوف فاتي اسيد، اتكلمنا على الاويل واتكلمنا على الفاتس وكمان عندنا الواكس. بعد كده اتكلمنا على كومبلكس ليبيدز وشوفنا ازاي بدأت تدخل عناصر جديدة معانا غير الكربون والهيدروجين والاكسجين، نتيجة لان الثيرد فاتي اسيد اتشالت واتحط مكانها فوسفات جروب اند كولين. واخر نوع معانا من الليبيدز هي الدريفيتيف ليبيدز، ودي عباره عن سمبل وكومبلكس ليبيدز بس حصل لها هيدروليسيس، فبالتالي بقت دريفيتيف ليبيدز. ايه هي الامبورتنس اوف فاس من وجهه نظركم؟ لو نستقر كده، معلش انا بعمل كومباريزون كتير بينها وبين الكربوهيدرات عشان بس من يعني الاثنين ما يدخلوش مع بعض. نشوف كده، هنا بنقول a source of energy وهناك برضو كانت obtaining energy، هنا obtain energy وهنا obtain energy. طب ايه الفرق بينهم؟ احنا لما اتكلمنا على الكربوهيدرات قلنا هي الفاست، تمام كده، هي الاسرع. لكن بالنسبة عندنا للليبيدز عندنا بتدينا كمية الطاقة اللي ناتجة عنها اكتر من الكربوهيدرات. اوكي، يبقى احنا عندنا لو هنقول مين اللي بيدينا مور انرجي، الكربوهيدراتس ولا الليبيدز؟ لا طبعا الليبيدز بتدي كمية طاقة اكتر كتير من الكربوهيدرات. طب مين الفاست، مين الاسرع؟ هتكون هي مين؟ الكربوهيدرات. طب احنا امتى بنستخدمها يا مس؟ امتى نبدأ الدهون المتخزنة عندنا نبدأ نستخدمها في الطاقة؟ لما تكون كل الكربوهيدرات اللي عند حضرتك خلصت، فعشان كده الجسم مش بيلجأ ان هو يعمل ريليزنج الانرجي من الليبيدز الا لما بيكون في حصل ران اوت لكل الكربوهيدرات اللي موجوده عندنا في جسمنا. يبقى هي السورس اوف انرجي او يوزد تو اوبتين انرجي بالظبط زي الكربوهيدرات. الفرق ان الكربوهيدرات عندنا فاست، سريعه جدا، اسرع حاجه بتحصل منها على الليبيدز، لكن الليبيدز عندنا مش بنحصل منها على الطاقة غير لما بنكون مخلصين على كل الكربوهيدرات اللي موجودة عندنا في جسمنا. طيب ايه كمان عندنا؟ building cells. يا مس ما احنا اخدنا كمان الكربوهيدرات كده، تمام، كمان الليبيدز عندنا بتعمل في البيلدينج سيل، بيدخل في الكومبوننت اوف سيل ميمبرين، المين كومبوننت اوف سيل ميمبرين. هناك كان الكومبوننت الرئيسي بتاعها هو السيل وول في السيلولوز، بس كانت بتدخل برضه في تكوين السيل ميمبرين. بس مين الاكتر طبعا في التكوين؟ هو الليبيدز، الفوسفوليبيد بالذات، وزي ما هنشوف بعد كده بالتفصيل. كمان عندنا بتدخل في about 5% من الأورجانيك كومباوند فورمينج ليفينج سيلز. اوكي، طيب ايه تاني الوظيفة بتاعتها؟ work as a thermal insulator. thermal insulator ده احنا اخدناها دي يا مس واحنا بناخد ال classification of lipids. ها اخدناها مع مين يا ولاد؟ اخدناها مع الفاتس لما قلنا ان تبقى موجودة فين؟ موجودة under the skin، خصوصا فين؟ في البولر animals. عشان كانت بتعمل ايه؟ كانت بتعمل as insulator، بتعمل protect ليهم عندنا من low temperature. okay، ف work as thermal insulator. كمان عندنا they work as protective layer، طبقة بتحمي، بتحمي من ايه؟ بتحمي من فوق، من اللوز فوتر. فبالتالي عندنا زي اللي موجودة فين؟ زي اللي موجودة عندنا في الديزرت بلانت.
تمام. ليه؟ لان هي بتحميهم ان هم يعملوا لوس للووتر عندنا عن طريق الترانسبيريشن بروسيس. كمان عندنا فايدة مهمة جدا للليبيدز عندنا، وهي work as hormones، لان احنا اخدنا الاسترويدز وهي نوع من انواع الليبيدز او الليبيدات، بيدخل في تكوينها طبعا مين سوري انا اسفه، نوع من انواع الهرمونات بيدخل في تكوينها الليبيدز. يبقى تاني عندنا لما نتكلم على importance of lipids هنلاقي عندنا ليها 5 main importance. اول حاجه عندنا source of energy، مصدر مهم جدا للطاقه، واتكلمنا عندنا ان الاماونت اوف انرجي اللي طالعه منها اكتر كتير من اللي بتطلع من الكربوهيدرات، ونركز جدا على ده لان ساعات كده يجيبوا لنا رسم بياني ويجيبوا لنا كميه الطاقه اللي طالعه اكتر، فمين يا ترى اللي هتكون ده؟ يقولوا لنا والله لو كانت 1 جرام من نوع معين من الكربوهيدرات بيدينا مثلا اكس عندنا طاقه، فلو الكربوهيدرات هيبقى ايه، ويدينا ارقام اقل منها ويدينا اكس، هنقول يعني مثلا اكس ماينس 1 ولا اكس ولا اكس بلس 3 مثلا، لا طبعا هيبقى اكس بلس 3. تمام. فبالتالي نفهم كويس جدا يعني ايه الليبتس عندنا بسورس للانرجي، بس هو السورس بيدي كمية طاقة اكتر، بس عندنا مش بيدي طاقة الا لما بيكون الجسم حصل ليه ران اوت من كل الكربوهيدرات. تمام. يبقى تاني الجسم مش بيلجأ ان هو to use lipids as a source of energy الا امتى يا ولاد؟ لما يحصل run out للكربوهيدرات اللي في جسم الانسان، بتدخل في البيلدنج سيلز، وقلنا في المين كومبوننت اوف سيل ممبرين، و5% من الاورجانيك كومباوند ليه living cells. قلنا work as thermal insulator شرحناها، و protective layer، وكمان عندنا في تكوين بعض انواع من الهرمونز اللي هي مين استرويدز هرمون. دلوقتي هناخد عند نقطة مهمة جدا، وناخد how to detect lipids in substances، ازاي نبدأ نكشف عن الليبيدات في المواد المختلفة. احنا عندنا مواد مختلفة وليكن بتيتو بين بينات، وعايزين نشوف مين اللي موجود فيها فاتس. بنبدأ نطحن المواد كويس دي جدا، واحنا حاطين لها ديستلد ووتر، ونعمل لها فلتريشن، وبعد كده ناخد 2 مللي من كل سلوشن اتكون معانا، ونبدأ نحط له ريجنت مهم جدا وهو السودن فور ريجنت. سودن فور ريجنت لو نفتكر، معلش كومباريزون سريع بينها تاني وبين الكربوهيدرات. في الكربوهيدرات السامبل شوجر قلنا عبارة عن مين بندكت ريجنت، اما الستارش عندنا فكنا كشفنا عنها ب الايودين. طب بالنسبة للليبيدز بنعمل ديتكت ليها عن طريق سودن فور ريجنت. تمام. بعد ما بناخد السلوشن بنبدأ نحط 2 مللي عندنا من السودان فور ايجنت. ايه اللي احنا بنلاحظه عندنا؟ بنلاقي عندنا الشكل ده بيظهر واضح جدا، ونلاقي فيه زي دروبلتس كده موجودة جواه، فعلى طول ده بنبدأ نعرف ان هي دي اللي موجود فيها الاويل. طيب انا قلت لكم الاكزامبل عندنا البوتيتو والبين والبينات سيدز، من وجهة نظركم مين اللي هيدي معانا الشكل ده؟ تاني البتيتو البين والبينات، مين عندنا اللي هيتغير للشكل اللي قدامنا ده اللي انا عامله عليه علامة ده؟ اكيد طبعا البينات، الفول السوداني طبعا بيحتوي على نسبة فاتس عالية جدا، فبالتالي عندنا هو اللي هيتغير، أو السولوشن بتاعه هيتغير يبقى بالشكل ده كده اللون الأحمر، وموجود فيه دروبلتس من أويل كده، تحس إن فيه دروبلت من الأويل كده موجودة فيه. أوكي. يبقى احنا تاني النهاردة اتكلمنا على الليبتس، اتكلمنا على الديفينيشن بتاعها، وقلنا ازاي ان هي بوليمر كونسيست اوف مونيمر، والمونيمر بتاعها اسمه فاتي اسيد. اتكلمنا كمان ان هي عبارة عن بتتكون من جليسرول
و3 فاتي اسيدز، واتكلمنا ان الجليسرول ده عبارة عن الكحول بس بيحتوي على 3 او اتش. كمان عندنا اتكلمنا على الكلاسيفيكيشن اوف ليبيدز، اتكلمنا عن ان هو في 3 تايبس اوف ليبيدز. اول حاجة عندنا سمبل ليبيدز، بعدين كومبلكس ليبيدز ودريفيتيف ليبيدز، واخدنا اكزامبل على كل واحدة فيها وفرعنا كل واحدة فيهم عن التانية. كمان اخدنا عندنا الامبورتنس اوف ليبيدز، اتكلمنا ازاي ان احنا obtaining energy from it، وكمان لها رول في عملية ال building cells، work as a thermal insulator، work as a protective cover. تمام، وشوفنا how to detect lipids in substance. تمام يا ولاد، احنا كده يبقى خلصنا الجزء بتاع الليبيدز. هو جزء انا بحس ان يعني اجمل جزء من البايو حضرتك بتاخده في الترم ده، فعلا اجمل جزء من البايو حضرتك بتاخده في الجزء ده، بلس الجيناتيك كمان اللي احنا هناخدها الترم الجاي. جزء ممتع جدا، لو بدأنا نجمعه كده ونرتبه هنلاقيه بسيط جدا وسهل، وكمان تو انترست ممتع جدا جدا كمان يعني. ها نبدأ نحل مع بعض الأسئلة دي يا ولاد، واحنا طبعا عارفين إن شاء الله الأسئلة هتجيلنا السنة دي على حسب آخر معلومات اللي هتجيلنا تشوز، وكمان يعني أسئلة تشوز وأسئلة مقالية بس قصيرة. تمام، فبالتالي لازم ندرب نفسنا على النوعين، ما نشتغلش في الأسئلة التشوز بس، لأني كمان بحس إن الأسئلة اللي هي بنكتب فيها يعني بتثبت المعلومة معانا أكتر. يلا نبدأ في حل السؤال ده، بقول which of the following is not a characteristics of lipids. نركز جدا هنا، هو بيقول ايه؟ not، معنى كده ان الخمس جمل اللي قدامك فيهم اربعة صح وواحدة بس اللي غلط. انا بخاف من الاسئلة دي يا اولاد، لان احنا ما بناخدش بالنا من كلمة not، ومجرد ما نقرأ الجملة اللي بعد كده في التشوز ونلاقي العبارة صحيحة تمام يبقى هي الاجابة الصح. يا بابا ما انت لو قرأت اللي بعدها هتلاقيها صح. اوكي، فنركز جدا تاني في راس السؤال، نقرأه كويس جدا عشان نعرف ايه اللي مطلوب مننا. هنا بيقول لنا which of the following is not a characteristics of lipids، معنى كده ان الخمس جمل اللي قدامنا فيهم اربعة صح وواحدة بس هي الخطأ. نبدأ نقرأ كده بالراحة ونشوف. بيقول لنا البيزك ستراكتشر ليها هو الكربون هيدروجين اند اوكسجين، اكيد طبعا الجملة دي صح. انسيلبل ان ووتر، اتكلمنا تمام ان هي انسيلبل ان ووتر لا تذوب في الماء، الجملة طبعا مظبوطة. الريشيو اوف اوكسجين تو كربون از سمولر ذان ذات ان كربوهيدرات، طبعا احنا اتفقنا ان الكربوهيدرات ليها نسبة ثابتة 1 تو 2 تو 1. lipids are soluble in organic solvent، طبعا هي بتدوب في البنزين والبنزين ده عبارة عن organic solvent فطبعا الإجابة مظبوطة. lipids are formed from 3 glycerol molecules and fatty acids. نركز جدا، حد يقول لي يا مس ما هي الجملة دي صح كمان. نركز يا حبيبي، ركز معايا، هو بيقول لنا هنا ايه؟ 3 glycerol مع fatty acids، هو كان كده الستركتشر بتاعها المظبوط ولا كان جليسرول مع 3 فاتي اسيد؟ نركز جدا واحنا بنقرا يا جماعه، بيلعبوا لنا بالالفاظ، يشوفك انت فاهم ومركز ولا لا. اوكي، فبالتالي هو بيتكون من ايه؟ جليسرول اند 3 فاتي اسيد مش العكس، فبالتالي طبعا الجمله الاخيره هي اللي خطا. Which of these statements best describes the composition of lipids؟ ناخد بالنا جدا من القصة دي. أول حاجة عندنا بقول كربون هيدروجين أند أكسجين والريشيو 1 تو 2 تو 1. لا، الريشيو دي كانت موجودة في مين يا ولاد؟ في الكربوهيدرات في المونوساكرايدز، فأكيد الجملة دي مش مظبوطة. بيقول لنا عندنا الكربون والهيدروجين والاكسجين نيتروجين فوسفور all present، لا ده هو ما قالناش الفوسفو ليبيدز، ده هو اتكلم على الليبيدز بصفه عامه، وطبعا احنا اخذنا السمبل ليبيدز لا تحتوي على النيتروجين والفوسفورس، فبالتالي طبعا الجمله دي مش مظبوطه. كربون هيدروجين
اكسجين اند سلفر، لا طبعا العبارة دي مش مظبوطة معانا، فبالتالي التركيب الاساسي بتاعها هو ايه؟ كربون هيدروجين اكسجين ان نو سبيسيفيك ريشيو. احنا ما قلناش اي ريشيو عندنا، لما قلنا الكربون والهيدروجين والاكسجين بيدخلوا في تركيب الليبيدز، احنا قلنا الريشيو اونلي في الكربوهيدرات سبيشالي مونوسكرايدز، اما عندنا الليبيدز قلنا ان بيدخل فيها الكربون والهيدروجين والاكسجين بس ما قلناش سبيسيفيك ريشيو، فهتبقى طبعا الاجابه سي هي المظبوطه. نبص على اخر سؤال معانا يا اولاد ونركز فيه جدا. جاب لنا فاتس، جايب لنا فوسفوليبيدز واويل وواكسز، وقلنا من البريفيوس ووردز دي لو كانت الاود وورد عندنا هي الفوسفوليبيدز، فايه اللي بيجمع الباقيين مع بعض؟ مش جاب لك الخيارات دي وقال لك ايه هي الاود وورد فانت اخترت حاجه وقلت بسبب كذا، لا ده هو هنا عطي لك خيار وبيقول لك لو كانت الفوسفوليبيدز عندنا هي الاود وورد، احنا اخترنا الفوسفوليبيدز از اود وورد هنا، الباقيين ايه اللي بيربطهم؟ طيب احنا نشيل الفوسفوليبيدز ونشوف مين اللي باقي عندنا. باقي عندنا اويل واكسز اند فاتس، دول تبع ايه؟ التلاتة الباقيين طبعا تبع سمبل ليبيدز، اما الفوسفوليبيدز ده كان مين؟ كان كومبلكس. فاحنا لو شلنا الفوسفوليبيدز ايه اللي بيجمع التلاتة التانيين مع بعض بعيد عن الفوسفوليبيدز؟ ان هما كلهم سمبل ليبيدز. نشوف السؤال اللي بعد كده بيقول if the Edward was the wax، لو كان عندنا الكلمة الشاذة عندنا هي الواكس، فبالتالي ايه اللي يربط التلاتة مع بعض؟ ناخد بالنا كده كويس واحنا بنتكلم على الواكس، قلنا ان هو عبارة عن، ها نفتكر التركيب بتاعه كده ونشوف، اتكلمنا وقلنا ان هو عبارة عن هاي مولكيولار ويت اوف فاتي اسيد مع الكحول كونتين اونلي 1 او اتش، فدي طبعا اللي بيجمع التانيين كلهم ان هم بيدخل فيهم الجليسرول، الجليسرول اللي هو 3 الكحول فيه 3 او اتش، اما عندنا الواكس عندنا فالكحول بتاعه مونو يعني بيحتوي على اونلي 1 او اتش. سؤال جميل جدا بيخلينا نفكر في السؤال من وجهات مختلفة، يا ريت الموضوع انا حاساه بسيط جدا بس نبقى مركزين جدا في المذاكرة واخدين بالنا، قاعدين طول ما احنا بنذاكر كده بنعمل كومباريزون بين الاجزاء المختلفة من الكريكلم بتاعنا هنلاقي الموضوع سهل، بس اهم حاجة تاني قراية راس السؤال كويس جدا لان ده نص الاجابة ان انت تقرأ عندنا راس السؤال. كده احنا وصلنا لنهاية السيشن بتاعنا النهاردة، ارجو ان انت تكون استفدتوا، شكرا لكم جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.